السلام عليكم ورحمة الله، معكم راشد من قناة رارس. كان بعد انتظار طال لمدة شهر كامل وأنا بستنى بكاميرا iOS 250 دي من كانون. ليش اخترت هاي الكاميرا بالذات من كانون؟ لأنه في خيارات كثيرة من ناحية شركة كانون، سوني، نيكون. بهذا الفيديو راح أشرح لكم بالتفصيل ليش اخترت هاي الكاميرا بالذات من شركة كانون. هاي الكاميرا كثير ممتازة للي حابب يبلش يصور على اليوتيوب أو يصور فلوجز. راح أعمل لكم أنبوكسينج للكاميرا كامل، شو بتحتوي بالبوكس تبعها وليش تم اختيار هاي الكاميرا. من ناحية المواصفات راح أشرح لكم الكامل المواصفات وانا عم بعمل لكم انبوكسنج للكاميرا. الكاميرا كثير ممتازه، الكثير تصويرها ممتاز، بتدعم خيارات كثير، ومن اهم الخيارات انا من ناحيه الشخصيه اللي هي لايف فيو شوت، من حيث انك بدك تعمل ستريمينج او تستغل الكاميرا من ناحيه البثوث. جينا لكم اليوم بالانبوكسنج تبع كانون iOS 250. طبعا تيجي الكاميرا معها عدسه 18-55. هون كاتبين مواصفات الكاميرا 24.1 بكسل iOS من 25600 هون خاصية الأوتو فوكس. الكاميرا كمان بتدعم خاصية 4K. هنا كمان خاصية التاتش تبعت الشاشة كثير ممتازة، والواي فاي والبلوتوث. طبعا هون بكون كاتبين معلومات الكاميرا كاملة، هون مواصفات كامل، هاي كامل هاي الأمور. حاليا احنا بدنا نعمل انبوكسينج كامل. نفتح الكاميرا مع بعض، شوف أول شيء بيجي الكتيب كامل. داخل الكتيب فيه بطاقة الضمان تبعت الكاميرا، أول شيء هون في عنا الحامل تبع الكاميرا، هون سلك الشاحن، شاحن الكاميرا، طبعا زي ما انتم شايفين التغليف تبعها كثير عالي كثير ممتاز. هون يجينا لأفضل شيء بالبوكس، كانون iOS 250D. طبعا هون زي ما احنا شايفين مع بعض الكاميرا فيها ثلاث خصائص، خاصية الأوف، الأون بتعطيك خاصية التصوير، وهون هاي الصورة بتعني انه وضعية التصوير الفيديو. طبعا هاي الخاصية كثير ممتازة للي بيعمل فلوج او عم بيصور فيديوهات. طبعا الكاميرا وزنها كثير خفيف وهذا الشيء كثير مناسب. هون في عندك الريموت وهون المايك، مخرج لهم. وهون في عندنا كمان لل HDMI وميكرو USB. طبعا زي ما انتم شايفين الكاميرا كثير وزنها خفيف وكثير مناسبه. تمام، وهون عندنا الكاميرا تدعم خاصيه انه تقدر تحولها زي هيك اذا بدك تصور حالك لفلوج او كنت تسكرها لصناعة المحتوى. هون انا اختصر الوضعيات، صارت اسهل بحيث انك تختار الاوتو او اي وضعية انت بتحبها. هون تقدر ترجع للكاميرا، كامل التفاصيل للكاميرا كانون iOS. زي ما انتم شايفين وراي هون انا حاليا فاتح اللايف فيو شوت، عم بصور من خلال الجهاز، مش محتاج اني اقوم أرد أكبس على الكاميرا إنه أبلش تصوير أو لا، من كل الشغل بيجي من ناحية الجهاز، من ناحية التصوير، من ناحية إعدادات الكاميرا، كلياته زي ما أنتم شايفين وراي. كان معكم راشد من قناة راس كانا، يا ريت ما تنسوا تضغطوا لنا سبسكرايب ولايك على الجرس عشان يوصلكم كل إشي جديد بعالم التكنولوجيا. زي ما أنتم شايفين هون حالياً قاعد بستخدم كمان مايك من بويا، إن شاء الله بالفيديو الجاي راح أشرح لكم تفاصيل كاملة للأنبوكسينج لهذا المايك، والمايك كثير ممتاز، عشان هيك لازم تسوي سبسكرايب عشان يوصلك كل إشي جديد معنا.